احمد جاي. هاتي الكوبايه يا شباب انت. اهي يا عم امسك. ايه ده؟ حول ولا قوه الا بالله. يقطعني. انا اسفه يا عمي والله ما كنتش اعرف. وانت كمان ايدك بتعترش، فده اللي خلاني ما ملكتش كوبايه. قوم بس غير هدومك في الحمام وغير الجلابيه دي. يا ابو بيعمل ايه؟ ياسمين ياسمين، هي راحت فين؟ يا ياسمين ايه يا بنت؟ فينك؟ بنادى عليكي. سيبني يا والنبي يا احمد في المصيبه اللي انا والبلوه اللي انا فيها دي. مصيبه؟ مصيبه ايه دي؟ بس ايه اللي حصل؟ تعالى يا حبيبي وانا اوريك ايه اللي حصل. ده حصل وحصل وحصل. طب اهدي بس يا ياسمين. الله يسامحك يا ياسمين يا مرت ابني. ليه الميه دي بس؟ تعال شوف. شايف القرف؟ شايف المصيبه اللي انا فيها؟ اوعى ايدك يا اخي، مش احنا ناقصين امراض؟ في ايه يا ياسمين؟ ايه اللي حصل؟ كل نص ساعه يعمل لي حمام على السرير؟ ايه يا اخي مش قادر يمسك نفسه؟ استغفر الله. ما في حاجه اسمها حمام يا ياسمين. ده راجل كبير. يعني ايه راجل كبير يخرب لي الدنيا؟ انا يا اخي مش لاقي وقت ان انا اعمل فيه اكل ولا اهتم بالعيال. طب بص يا ياسمين، انا باخده واكشف عليه. ما تقلقش. نعم، ولا هستنى لما تكشف عليه ولا لما تعالجه ولا توديه للدكتور؟ انت توديني نقعد في اي داهيه، وديه في اي عند اي حد، ولا توديه للمسنين؟ انا مش هستحمله اكتر من كده. طب اهدي بس، هو فين؟ في الحمام يا حبيبي، بينظف نفسه ولا بيغير هدومه؟ ولا عين. الشقه كلها بقت ريحتها وحشه، المرتبه باظت، ما بقاش عندي فيه ملايات ان انا افرشها. طب بس يا ياسمين، برغم ان انا ابن الوحيد مش عارف اوديه فين. ده مش ذنب. هتصرف يا ياسمين. خدوه من هنا، ما تسيبونيش في البيت. استغفر الله العظيم يا رب. لو كان يعرف ان هي ميه. ايوه انا احمد يابا. انت جيت يا احمد؟ ايوه جيت. اطلع عايزك. طب كويس يا ابني، انا نفسي افطر معاك. طب يابا اطلع عايزك. انت جيت يا ابني؟ ايوه يا ابني. انا كان نفسي افطر معاك يا ابني والله، والحمد لله امنيتي اتحققت. ما احنا هنفطر مع بعض، بس مش هنا، هاخدك ونفطر بره. بجد والله يا ابني؟ ايوه بجد. يلا يلا. مش عايزه اي حاجه، سيبها له هنا في البيت. تعمله كله على هنا دي. ياسمين يابا، انت رايح فين؟ رايح غير الجلابيه يا ابني. لا زي ما انت كده، تعالى ياسمين. دي احمد، الهدوم دي انا مش قادر استحمل اكتر من كده عليها. دي ودبان وقرف. هدومي دي ده احنا هنوديها للمكواجي يغسلها ويكويها واحنا راجعين ناخدها منه. طب ليه يا ابني التكاليف دي؟ ما كنتش تغسلها. مش قادر استحمل اكتر من كده الحساسيه. يلا خلاص بقى يابا. يلا طب احنا نخرج كده، مراتك مش هتيجي معانا؟ لا انا ورايا حاجات كتيره في البيت. انا ما صدقت تقول لي اجي معاكم. ورايا غسيل وكنيس وتغيير ملايات. خلاص يا ياسمين هترتاح من خلاص. ايه ولا ايه؟ يلا ليه كده؟ فاكر ان ابوها ولا عملها على روح كده؟ البيت ايه هيخلاني واكون فيه لوحدي؟ طب يا ابني كان اللبس ده بيغسل امتى؟ تكلف نفسك وخلاص. يابا هي ياسمين هتعمل ايه ولا ايه؟ هتشوف مصالح العيال ولا مصالح البيت ولا مصالحي ولا مصالحك؟ يلا يابا يلا يابا خلينا نمشي. تعالى يابا امسك. انا هركب واحط الشنطه دي بينا وانت اركب ورايا. يلا من المكان ده. انزل يابا انزل. بقول لك ايه بقى، انا مش عايز اشوف وشك في البيت تاني. البيت ده ما تحبش ناحيته خالص. ليه يا ابني؟ انت بجح ليه؟ هو ايه اللي ليه؟
انت انا مش عارف ايه اللي بتعمله ده، انت مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ ده انا مكسوف لك، انا مكسوف اقول لك اللي انت بتعمله. تقول لي انت ليه يا ابني؟ انت بتتعامل عادي كده ازاي؟ يعني انا عملت حاجه يا ابني؟ بقول لك ايه، انا قلت اللي عندي، انا قلت اللي عندي ومش عايز كلام تاني. البيت ده لو شفتك هناك هكسر رجلك. انسى انك جبت ابن اسمه احمد، انك خلفت زفت اسمه احمد. يا ابني استنى ايدك كده هتوسخني يا عم، جاتك القرف ده؟ انا مش طاير ابنك وانت راكب ورايا اخوك. انا عملت ايه؟ هو ابني كده ليه؟ دي اخد تربيتي فيك يا احمد يا ابني. يا ابني يا ابني حرام عليك، ليه سيبني كده؟ ليه المعامله دي؟ وفي الباب مش عايز يفتح ليه؟ ايوه بالراحه، اللي بتخبط وتكسر الازاز بتاع الباب. انت مين يا عم انت وبتعمل ايه في بيتي؟ اطلع بره. بيتك ايه؟ كان بيتك. بس انت احمد جوز ياسمين؟ ايوه جوز ياسمين. يا عم انت اللي بتعمل ايه؟ اوعى تدخلش ده بيتي دلوقتي. انا اشتريته من ياسمين. ياسمين بعت لي البيت. ازاي يعني بعت لك البيت؟ انت اكيد اتجننت او حرام. لا انا كنت عارف برضو ان انت هتقول كده. ما تدخلش جوه، خد العقد اهو. نهار اسود ايه؟ مش انت اللي بتنزل لها عن البيت؟ حد يتنازل لوحده ويأمن لوحده؟ اهي بعتك. طب وهي ياسمين فين؟ قول لي ياسمين فين؟ ياسمين فين؟ انا مال ومال كده؟ انا هتدخل في خصوصياتكم كمان؟ هي بعت البيت وقبضت الفلوس ومشت. استنى يا استاذ، انا مش هاخد حاجه مش بتاعتي. دي شنطة اللبس بتاعتك اللي سابتها، قالت لي اديها لك لو جيت. خلاص كده يا استاذ ياسر؟ مشي؟ طبعا مشي. احسن برضه غير ده، خلصت منه هو وابوه في وقت واحد. خد دي فلوسك عليك. تمام، ان احتجت حاجه ابقى رن عليا. تمام، خد هنا. انت رايح فين؟ استنى عندك. ايه عايز حاجه تاني؟ عايز البيت. انت عايز تضحك عليا ولا ايه؟ لا معلش انا اسف، انا بس نسيت. هو في بينا الكلام ده؟ ماشي. الو، ايه ياسمين؟ ايه؟ ما تقوليش يا حبيبي عملت ايه ولا ما عملتش ايه. انت عارف انا عملت كده ليه؟ طردت ابوك اللي من دمك ومن لحمك، ابوك اللي ربك وكبرك، جيت طردته عشاني. عايزني املك على نفسي ازاي واقعد معاك ازاي في بيت واحد؟ انت بتقولي ايه؟ على اساس ان انا عملت كل ده لو مشيت بيها من البيت ليه اصلا؟ ما عشانك، عشان اريحك. مش عشاني، ده عشان انت غبي ومحدش يستأمنك على نفسه. حد برضو يعمل كده في ابوه عشان واحده مهما تكون قالت لك ايه؟ وعشان اعرفك بقى ان ابوك ما عملش اي حاجه، ده كان حوار من انا اللي كنت عامله الميه دي. بختبرك بشوفك هتعمل ايه. ما انت اللي عملت كل ده. يا زباله يا واطيه، وحياه امي يا ياسمين، ما اشوفك ولا تقع في ايدي لانتقم منك. الو الو، يا ترى انت فين يابا؟ ولا ايه اللي حصل لك؟ انت لو عرفت توصل لي مش هخليك تشوف وشي تاني يا احمد. خليك انت بس ملخوم في ابوك ده، لو كلمك تاني ولا عبرك. هو فين؟ انا دورت في المنطقه كلها والجبل كله مش لاقيه. يا ترى انت فين يا حبيبي بعد اذنك؟ ايه يا عم، ما شفتش واحد كده كان قاعد هنا ومعاه شنطه؟ واحد كان قاعد هنا كبير هو كده في السن. ايوه لا ده تعيش انت. انت بتقول ايه؟ حصل امتى وازاي؟ والله يا استاذ احنا لقيناه هنا متوفي وما نعرفش اهله، فاهل الخير خدوه ودوه المقابر. طب بقول لك ايه، بالله عليك انت ما تعرفش القبر بتاعه فين؟ لا ما اعرفش. انا هو يقرب لك يعني او انت تعرفه؟ يبقى ابوي. كنت عشت اكيد. انا السبب اكيد الحمل اكيد من اللي عملته فيه. ايوه ده انا حتى القبر بتاعه ما بقتش عارف اوصل له. يا رب يا رب يا رب اغفر عنه.